عندي مشكل مع حتى شي واحد، ما عندي خلاف مع حتى شي واحد، ولكن اللي احترمني احترمه. حتى المغاربه ما عندوش مشكله في هذا، لا عندنا المغاربه البسطاء بحالي اصحاب القرار فطريا ولغويا حاسمين الامر. نهضر على الحكومه تحت السياسه العموميه الى حدود كلها مملوءه بالتمييز العنصري، القوانين كلها اللي صدرت من 2011 مع الدستور الى حدود الان كلها تكرس للعنصريه، كلها تكرس اللغه العربيه وتكرس اللغات الاجنبيه، الامازيغيه لا موقع لها. اللي تيجي بالمختار تيقول لك انا ما ندخلش الامازيغي في المدرسه تصدر القانون التنظيمي، وتيجيو ناس اخرين تيقول لك اودي بلاتي الامازيغيه خرج دابا تنشوفوا كيفاش غادي نديروا بليزم نوز وطن اللغه والثقافه. علاش انتما لا سؤال علاش مزروبين؟ راه الشيء راه ماشي راه هضر قضيه حساسه ونقاش، يعني راه راه كاين هذا الشيء راه كيطلب رؤيه، كيطلب مجهود، وانتم باغيين غدا. هذا رئيس الحكومه هذا بحالي او لا سعد الدين العثماني هذا رئيس الحكومه تيوعدنا بانه غادي يدعم الموقف المواقف ديال المعبر عليه فيما يتعلق بالقانون المضاد. شي من عام هادشي هذا 2013 تيصفت لي رساله تيقول لي انا اتفق معكم جمله وتفصيلا في كل ما تقترحونه بالنسبه للمشروع ديال القانون التنظيمي تبع الطابعه الرسميه الامازيغيه، ووجهه نظركم سادعمها بصفتي الحزبيه وبصفتي الحكوميه وبصفتي الشخصيه. انا من منبركم تنوجهها لي تنقول لها السي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه الدكتور سعد الدين العثماني الله يجازيك بخير ما تنساش هذه الورقه هذه، راه واحد الوزير ديالك ديال وزير الثقافه راه تيجي لذاك لبرا ما تيلفتش هذا الشيء اللي تتقول انت دابا الان، راه تيجي تيدافع عليا على القانون التنظيمي اللي حطها الحكومه السابقه وانتم حكومه جديده تيخصكم كوم ترجعوا، وانت خديتي في التصريح الحكومي قلتي بانه سنقوم ما امكن من اجل التفاعل الايجابي مع القوانين التنظيميه التي وضعتها الحكومه السابقه بالشكل الذي سيساهم على عمليه تطوير وجود رئيس حكومه امازيغي اللي هو سعد الدين العثماني. نعم. وجود وزراء اخرين ايضا من اصول امازيغيه واش ما غيساعدش في حل هذه الاشكاليات هذه؟ سي عثماني راه كان اول على ما اعتقد اول رئيس حكومه اللي ادلى بتصريح بالامازيغيه، وانت شتي كان الوعود ديالو، يعني انتوا علاش هذا انعدام الثقه؟ علاش هذا التوجس دائما وهاد الصوره السوداويه؟ علاش ما نتفائلوش؟ نقول لك علاش ما كاينش الثقه. الحوار نقول لك علاش ما كاينش الثقه. السيد يلاه جا ونجلسوا ونستمعوا. انا نقول لك علاش ما كاينش الثقه بكل بساطه، لان ما بقيناش تنوب الوعود. راه حتى الوعود كاينه في الدستور ديال ترسيم اللغه الامازيغيه وهي الى الان سبع سنين وما كاين والو. تيعطونا الوعود في الانتخابات عطاو وعود، رغم ذلك الى حدود اللحظه هذه بالعكس. انا نقول لك دابا واش انت تتصور معايا بانه من 2011 لدابا وهاد التصريحات وهاد الشيء كله و47 اسم امازيغي تيتمنع في المغرب غادي يجي قبل هاد النقطه لا ما انا جبت لك ملي تقول لي كاين وعود كاين كذا. الناس تيقول سعد الدين العثماني قال لك غادي ندخل الامازيغيه الخمسه المعاهد العليا، خرج مرسوم صحيح خرج مرسوم، فين هو التنفيذ ديالو؟ انا نقول لك اصعب يتنفذ هذاك المرسوم لان ما عندهمش الاراده السياسيه، ما عندهمش الاراده السياسيه. الحكومه الحاليه فيها ناس افكتيفمون ينتمون الى المناطق الامازيغوفونيه، ولكن اتمنى ان يستوعبوا الانتماء ديالهم والهويه ديالهم واللغه ديال امهم وكذلك المديونيه اللي تتساهل لهم من والديهم من اجل اعاده الاعتبار لهذه اللغه وهذه الثقافه وهذه الحضاره وهذا التاريخ، لان بكل بساطه غادي يكون مفخر للبلاد وما يكونش نقص منه. طيب